أعزائنا المشاهدين يحين موعدنا معكم مرة أخرى في برنامجكم التلغيز في الشعر العربي. حيث نستعرض معا بعض المقطوعات الشعرية التي تتضمن لغزا شعريا لأحد شعراء العربية أو إجابة على لغز. نستهل حلقتنا لهذا اليوم مع الشاعر أحمد الشليفي. وهو احمد بن محمد ابن محمد بن ابي بكر الحميري المعروف بالشليفي قال جوابا على لغز الامام الجزري اهلا ببدر قد تناهى قدره وجاء قدما قد تناه نشره يا اوحد العالم في البيت بلا شك تناهى في العلوم فخره كنا نحب ان نراك لحظه والبعد في الدار عظيم امره فقرب الله لنا بغيتنا حقا علينا حمده وشكره وجاءنا علم بما الغسته والبحر قد يظهر منه دره في اسم رباعي اردت رسمه وهو خماسي ان اريد جذره النصف من اعداده في نفسه يحوزه الجزء الاخير عشره في قلبه نار ويبقى القاف من احرفه الطود العظيم قدره اما الشاعر الامير الصنعاني وهو محمد ابن اسماعيل ابن صلاح الحسني الكحلاني الصنعاني، وهو من بيت الإمامة في اليمن، ويلقب بالمؤيد بالله. قال شاعرنا ملغزا: يا ماجدا ما زال يهدي نظمه، نفائسا ليس ترى لمثله، وقد أتانا ملغزا في منطق بمنطق يلهي الفتى عن شغله وخذ جزاء اللغز لغزا ثانيا، إن جزاء الشيء مثل أصله، مسم ثلاثي تساوى فيه من يحوي الثرى من علوه أو سفله، وكل شيء منه فيه حصة حتى السماء ووبله وطله وإن جعلت صدره مؤخرا اصبح كل الناس تحت ظله وان قلبت لفظه غدا الفتى من حيره لا يهتدي لفعله وان قطعت راسه فانه سقى الورى طرا كؤوس قتله وما عليه قود هذاك ولا ذنب ينوء في غد بحمله بينه لي يا من غدا كل فتى يَقْصِرُ عَن إِدْرَاكِ نَيْلِ فَضْلِهِ ننتقل إلى الشاعر أبي المعالي الطالوي وهو درويش ابن محمد ابن أحمد الطالوي والمعروف بالشاعر أبي المعالي وهو مفتي دمشق في وقته وكان يتقن لغتين هما التركية والفارسية قال في لغز له أنت فتى الآداب في عصرنا وفيك لا عنك تنص الركاب ربت لنا شوس القوافي وقد كانت على من يمتطيها صعاب فلم نجد قافية أحكمت إلا لها نحو ذراك انتساب إليك وجهت بها ملغزا وقد اتت من خجل في انتقاب في اسم ثلاثي يرى ساميا يهدى به الساري سبيل الصواب يرعاه طرفي بالدياج كما يرعاه طرفي بثنايا الشعاب مقلوبه يا صاحبي ما يتقى به من الاعداء وقيت المصاب ماضيه فعل إن تزل عينه فذلك اسم لجنا مستطاب حكى سجاياك واقعا لها ومن سجايا المرء ما يستطاب أوضح لنا معناه منا وجد بحله أثناء رود كعاب لا زلت تسمو الدهر في نعمة مضروبة الأوتاد حيث القباب ما وشع الطرس اديب وما وشحت الاقلام يوما كتاب ولعلع الحادي بسلع وما شبب في الحي بصوت الرباب ننتقل معا الى الشاعر احمد السابق وهو شهاب الدين احمد ابن محمد ابن علي ابن عبد القادر العراقي والمعروف بالسابق قال شاعرنا ملغزا اسم الذي طرست نظمي به اوله يسحر عقل الاديب والثاني يا صاحي عذار الذي اهواه والباقي دعاء الحبيب وبعد دعاء الحبيب الذي فسر لغز شاعرنا السابق ناتي معا الى الشاعر احمد بن صلاح الديلمي من اهل اليمن وهو شاعر في القرن الثاني عشر الهجري فقد برع في الاجابه والرد على ما يرسل اليه من الغاز قال في رده على لغز هذا الذي الغزت فيه لنا ثلثاه عي وإن شئت عد وعن أحاديث ذوات الهوى في لغزك الآخر صح السند إن لدى المبهم لي مهجة حرا وقد ذابت عليه كمد وفاح منه وهو نصف اسمه ونصفه الآخر يا صاحي مد بدأ إلى نهب عقول الورى ومقله كحلى وجيدا وقد فبايعوه وارتضوه لكم خليفه ساحر طرف وخد أما الآن فمع آخر شعرائنا لهذه الحلقة وهو الشاعر ابن عدلان وهو عفيف الدين أبو الحسن علي ابن عدلان ابن حماد ابن علي النحوي الموصلي شاعرنا من أهل العراق ولد بالموصل وبرع في نظم الألغاز وحلها وله فيها تصانيف عدة من مؤلفاته عقلة المجتاز في حل الألغاز كتب ملغزا الى القاضي شمس الدين ابي العباس احمد بن خلكان فقال ايها العالم الذي فضل العالم علما وسؤددا وذكاء والذي ان دعاه قاص ودان لملم عرى اجاب الدعاء اي لفظ عكست منه بناء لا ترى عكسه يحيل البناء وهو ان زال قلبه ينظر القلب كما كان قبل ذاك سواء هو في الارض كلها لا ترى الربوه تخلو منه ولا البطحاء هو في الغرب موضع وترى التصحيف في الشرق بقعه غناء يدخل الحصن عاديا لا يرى الاذن ولو كان ربه عادياء وله في طب الطبيب مضاف إن تأملته تجده دواء إن تصحف ففرقة عطفت من بعد أخرى فقد كشفت الغطاء أظلمت طرق حله فأبنه عادة الشمس أن تفيد الضياء وقال أيضا ملغزا ألغست لي مولاي في إخوة يروون اذ فاتهم الماكل نحن لهم من امهم اخوه والنار في ميلادهم تشعل ما حبلت يوما بهم امهم وانما الام بنا تحبل قد منعوا ان يلتقوا فاغتدوا يبكي على من اخر الاول والاول التالي لهم اخر واخر التالي لهم اول يحرم عال منهم رزقه ويرزق الساقط والاسفل كانهم في فلك انجم ما وصفت لانها افل تدار من شرق الى مغرب وقبله قابلها شمال نصف اسمهم ارض ترى قفره ونصفه الحضر به ترمل ونصفه الاخر معكوسه انت سراج الدين لي موئل والسدس ان بعدته بعده واد ومن اقرانه جدول وثلثه من اخر سوره ضمنها كتابنا المنزل والثلثان كل من عابه وهو إلى قعر الردى ينزل. أعزائنا المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة وألغاز جديدة في الشعر العربي، إلى اللقاء.